يلا، لو انت مسؤول في الاهلي قرارك مع موديست. جاوب بقى يا كابتن، انا مش قادر يكمل لنهايه اكمل بصراحه. الموسم وتضم مهاجم اخر، مش لازم تختار، قول رايك على طول. لا يمشي في اللي جاي على طول، يمشي في اللي جاي على في طول. يناير. في يناير. نشكره. يناير. نشكره. شيك هاند. في يناير. يعني نشكره والخسائر اللي حصلت. يعني نوقف النزيف. طب ايه رايك ان كولر عايز يديله فرصه ثانيه؟ خطأ ان هو عمل كده، يبقى خطأ كبير جدا. فرصه ثانيه بعد يناير ولا دلوقتي؟ يعني يكمل يعني نهايه الموسم يعني. لا صعب صعب. لا صعب. صعب يعني. انا يعني ادي كاس عالم انديه، ادي بديل، ادي بديل من عندنا كاس من ولادنا عندي. افضل ايه؟ عندنا كاس عالم انديه يلعب مع الاهلي كاس عالم. مش هيقدر. مش هيقدر. ما هو في المحلي ضعيف. لا انا يعني هو مش ما عندوش القدره. هو ما عندوش القدرات، ما عندوش القدره دلوقتي. ممكن يكون زمان جبته ليه؟ ايه جبته ليه؟ ما هو لا عارف انت جبته ليه؟ دفعت فيه 1.5 مليون ليه؟